قال نائب رئيس مجلس الدولة رئيس الأمانة الفنية للمجلس المستشار محمود الرشيدي إن المجلس أرسل للهيئة الوطنية للانتخابات بياناً بأسماء قضاة المجلس والذين من المقرر أن يشاركوا في الإشراف القضائي على الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها الشهر المقبل. وأضاف أن القضاة الذين خاطب المجلس الهيئة بأسمائهم بلغ عددهم 2600 عضو بمختلف الدرجات ومن كافة إدارات وأقسام المجلس.